تحول جديد في ديناميكيات التجارة يشهده العالم مع تصاعد الضغوط على التجار والشركات اللوجستية للبحث عن حلول آمنة وموثوقة لنقل بضائعهم بعد الهجمات المتكررة للحوثيين على السفن في البحر الأحمر. تقارير إعلامية كشفت تزايد الطلب الملح على وسائل النقل البديلة، إذ اتجهت الأنظار نحو السكك الحديدية لنقل البضائع، مما يرسم لوحة جديدة في مشهد النقل العالمي وسط تساؤلات وتحديات تحيط بمستقبل الشحن البحري. شركات شحن أبلغت عن زيادة ملحوظة في الطلب على البضائع المرسلة بواسطة السكك الحديدية من الصين عبر روسيا إلى أوروبا. وأما حجوزات خطوط السكك الحديدية بين الصين وأوروبا فقد ارتفعت بنسبة تزيد عن 30% خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي ظل اضطرابات البحر الأحمر التي رفعت تكاليف الشحن البحري بنسبة تزيد عن 200%، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استخدام السكك الحديدية يعد بديلاً مناسباً من حيث الموثوقية والتكلفة والسرعة مقارنة بالشحن البحري. ومع ذلك يظل النقل البحري متميزاً بقدرته الهائلة وسعته وحجمه، خاصة فيما يتعلق بنقل البترول والغاز ومشتقات النفط. فإلى أي مدى يمكن أن تسهم السكك الحديدية في تعويض الارتباك الحاصل في الشحن البحري؟